كاثرين، الحال كما هو عليه في وسط القطاع سوي دمع سوي يعني دوي الانفجارات العنيفة في المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة، وأغارات إسرائيلية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزلا خلال ساعات الليل، وأسفر هذا عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة جراء استهداف منزل لعائلة اللوح في المناطق الغربية من مخيم النصيرات، وتم نقل جثامين الشهداء الثلاثة والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى. جل الشهداء من يعني الأطفال والنساء، وأيضا الإصابات وصفت جراحها ما بين المتوسطة إلى الخطيرة، وهناك محاولات لإنقاذ يعني المصابين في ظل عدم توفر الأطقم المتخصصة والأدوية والمستهلكات الطبية وغيرها. أيضا هناك يسمع دوي الانفجارات في المناطق الشرقية من دير البلح، من مخيم البريج، من شرق المغازي، من شمال مخيم النصيرات، منطقة المغرقة ومنطقة وادي غزة ومنطقة الزهراء. هذه المناطق تتعرض للغارات الجوية وللقصف المدفعي خلال الساعات الماضية، وأيضا هذه يعني وهذه الانفجارات أحدثت حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين والنازحين في وسط القطاع، كون هذه الانفجارات يعني يسمع دويها بشكل يعني واضح وعنيف جدا، وكانت خلال الساعات الليل، ولهذا يعني أربكت الناس والنازحين في مناطق مختلفة من وسط القطاع، وبالتالي تكون يعني حصيلة الشهداء والجرحى خلال الساعات 24 الماضية في وسط قطاع غزة 9 شهداء وإصابة العشرات بجراح مختلفة، ووصلت جميع جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا هناك استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة بأشكالها وأنواعها المختلفة في سماء وسط القطاع، ويعني التحليق المكثف يعني استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية واستمرار القصف على وسط القطاع كباقي محافظات قطاع غزة. هذا هو الوضع الميداني في وسط القطاع إنسانيا. شبح المجاعة يلف جميع محافظات قطاع غزة لعدم توفر المساعدات ولعدم توفر الغذاء والمياه النظيفة وأبسط الرعاية الصحية في كافة محافظات القطاع. منذ قرابة الشهر لم يتسلم النازحون في وسط القطاع وفي مناطق أخرى من القطاع أي من المساعدات من أي جهة كانت، لعدم إدخالها سواء من معبر رفح الذي سيطرت عليه إسرائيل وأغلقته تماما، وأيضا معبر كرم أبو سالم الذي كان يسمح لإدخال المساعدات عبره للأمم المتحدة، واليوم أيضا تم إغلاقه. وبالتالي منذ شهر لم يتسلم النازحون أي من المساعدات بالبتة، وأيضا هم بدأوا يستنزفون الأغذية التي بحوزتهم التي هي عبارة عن معلبات من البقوليات، من اللحوم، من سمك التونة وغيرها من الأغذية. وبالتالي الأوضاع الإنسانية آخذة بالتدهور بشكل كبير لانتشار يعني شبح المجاعة في كافة محافظات قطاع غزة. الناس هنا تبحث في شوارع وسط القطاع وغيره من القطاع عن رغيف الخبز، عن جالون من المياه النظيفة، عن الأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين وغيرهم، وأيضا عن أبسط احتياجاتهم ومستلزمات يعني الحياة البسيطة في وسط القطاع وباقي المحافظات. أيضا يبحثون عن الملابس التي هي مفقودة في المحلات في كافة محافظات قطاع غزة، وبالتالي هنا انعدام لأبسط احتياجات الناس، حتى الملابس التي يرتدونها هي غير متوفرة في الأسواق. وصلت الصورة أوضاع إنسانية صعبة، يبحثون عن تلك الملابس ولا يجدونها تماما. أشكرك حتى الساعة، سنعود إليك لمتابعة المزيد من دير البلح. أيمن أبو شنب مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.